عرف نفسك. بهاء محمد البهنسي، احد الشباب المشارك هنا في الثوره من اول الاعتصامات، موجود هنا ومشاركنا في الثوره. احنا هنا من الاقاليم، من وادي النطرون، بيجي هنا في الشارك في الثوره كنقول لمصر مصر هتفضل بلد واحده، مصر ما ينفعش فيها التجزئه، ما ينفعش فيها مسلمين مسيحيين. احنا هنا شعب واحد تحت هذا، فوق هذا الارض وتحت هذا العلم. كل من يملك الجنسية المصرية فهو مصري، وارفع راسك فوق، احنا مصري. هذا شعار رفعناه على رؤوسنا وفي قلوبنا، فنحن مصريين ونفتخر اننا مصريين وستظل مصريين. ثورة 25 يناير جاءت بالحرية، وبنقول لكل الطيارات التي تريد الصعود والركوب على اكتاف هذه الثورة ان ينزل ويشوف الشارع المصري على حقيقته، لا طائفية ولا دينية. نحن مسلمون وفي مسيحيون بيننا، لهم الحق، والإسلام كفل جميع الحريات لجميع العقائد لجميع الملل لجميع هذه الحرية. ومن أرسى قواعد المدنية التي ننادي بها هو الإسلام، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فرداء ورسالة إلى السلف وإلى الإخوان وإلى أي من تسول له نفسه في المحاولة في النزول بهذا الشعب في وحل، لا نريد هذا الكلام. فنحن مصريون سنحافظ على ثورتنا ونحافظ على كياننا، نحن مصريون مسلمون نحافظ على ديننا.